هل شايف نسبة نجاح منظومة التحكيم في الفترة الماضية توصل لنسبة كام في المية؟ خلينا مثلا نتكلم على حاجه مهمه يا كريم وهجاوبك بس داخله في سياقي السؤال. يلا. لعبه الاهلي الهدف في ماتش فاركو. تمام؟ حوالي او معظم المحللين قالوا انه هدف سليم الا واحد بس. اللي هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف، لكن كل المحللين وحللوا الحاله. للاسف حتى التحليل غير مبني على الواقعيه وبروتوكول الفار. ده اللي جنني. الوحيد اللي حلل ببروتوكول الفار هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف. تسالني تقول لي اشمعنى، اقول لك لانه الوحيد اللي واخد رخصه محاضر فار، الوحيد اللي دخل غرفه الفار، الوحيد اللي اشتغل في الفار. من كل المحللين دول ولا واحد معاه رخصه فار كمحاضر. فازاي تحلل؟ ازاي تقول معلومات وانت مش عارفها؟ حرام. لازم نتقي ربنا في حكامنا. دي حاجه. فاذا الحالة دي احنا قلنا ايه لاتحاد الكورة؟ قلنا نجيب اللي حصل في غرفة الفار. طيب. وده يا كريم مسجل صوت وصورة. عظيم. صوت وصورة. جبنا الحالة لقينا ان الكابتن محمود عاشور لم يخطئ. وان قراره ان النقاط اللي هو وضعها سليمة فيها من 100%، وبعد كده التقنية اللي بتقول تسلل ولا مش تسلل. وانه عاد الحالة مرتين. مرة بالدبل لاين عشان الناس بس تفهم اللي بتحلل، ويا ريت يعرفوا الدبل لاين يعني ايه وبنستخدمه ازاي، يا ريت يعرفوا. ومره بالترانجليشن اللي هي اللي بيكون فيها اكثر دقه. في المرتين طلع الهدف تسلل. كان نفسي ان احنا نطلع هذا الشريط، هذا الكليب، هذا الفيديو على موقع الاتحاد للراي العام. ليه؟ لان الانسان لما يجي يعدموه بيقولوا نفسك في ايه؟ فعلى الاقل لو هو مظلوم نشوف مظلوم ولا لا. فمحمود عاشور كان قراره صحيح 100% والهدف تسلل، ولذلك محمود عاشور على مسؤوليتي الشخصيه فقط حكم اليوم. حكم مباراه اليوم. تاني يا كابتن عصام، انت بتقول لي على مسؤوليتك الشخصيه فقط الكابتن محمود عاشور كان في مباراه طبعا، لان انا عينته وانا رئيس لجنه الحكام، لان انا الرئيس المسؤول ان يجيب له حقه. طب هل كان في رفض من اتحاد الكوره على تعيين الكابتن محمود عاشور النهارده؟ ممكن يكون كان في تحفظ من اتحاد الكوره. انا بكلمك بكل مصداقيه بقى، انا خارج بالظبط. ما ادام حضرتك قلت على مسؤوليتي يبقى كان في تحفظ. ما على مسؤوليتي انا ليه بقول على مسؤوليتي؟ انا ببعد المسؤوليه عن اتحاد الكوره. عشان ما يخشوش طرف في صراعات مع طب حد. ممكن اسالك سؤال يا كابتن؟ طب اسالك اكثر من كده تاني ان انا بتحمل المسؤوليه؟ لا. اتفضل. طب كابتن عصام، في نفس السياق وانا اكلمك، انت دايما تتحدث احيانا عن روح القانون وازاي نتعامل مع القانون وازاي الحكم يبقى ذكي. هل مش كان من الافضل انه الكابتن محمود عاشور حتى لو هو مش مخطئ ومع الاجواء المشحونه دي عشان خاطره هو شخصيا يبعد عن الاسبوع ده وما يبقاش فيه ايقاف ولا حاجه؟ بس في حكام كتير وانت بتحرك حكام كتير على مدار الاسابيع، ليه محمود عاشور او الكابتن محمود عاشور يبقى موجود النهارده حتى لو هو ما اخطاش زي ما حضرتك بتقول، ويبقى الموضوع شويه فيه يعني ايه اثاره للجدل في الفتره اللي مش محتاجه اثاره للجدل؟ انهي جدل؟ ما انت حضرتك متابع. واحد مظلوم. الله، هو احنا نقتل واحد ونشوه صورته ونتكلم عن نزاهه وشفافيه وفي النهايه نقول اوقفوا؟ ابقى انا راجل ظالم. ابقى انا راجل ظالم وما احترمش نفسي. واحد صحيح سليم قراره صح اقتله؟ أني العداله فوق كل شيء. ده مصر كلها بهدلته يا راجل. الله. وهو كان عاوز العداله فقط. كان عاوز يتحقق معاه، كان عاوز نشوف الحاله. واحنا جبنا الحاله من غرفه الفار وكنا عاوزين نعرضها، اتحاد الكره رفض. بس رفض ليه؟ يحترم رايهم. قال لك لان كل نادي هيطلب لو في مشكله يطلب نزيع الحاله بتاعته. على فكره انا كان عندي راي واعتقد ممكن يتنفذ في المستقبل، ان احنا الحالات الجدليه نعرضها على موقع الاتحاد. حتى لو احنا كنا فيها صح او خطا ونتعلم من اخطائنا. وده يا فندم، ده يا فندم قانوني على مستوى، ده قانوني على مستوى العالم يعني. دي حاجه في بعض الدول بتعمل كده. في بعض الدول بتعمل كده. ايه المشكله؟ ونعرض اذا كنا صح او كنا غلط. طيب. انما من الظلم يا كريم ان واحد يبقى صح والدنيا كلها تهاجمه وكمان نتهم بعدم النزاهه والشفافيه. طيب لا. بالمنطق بتاعك ده يا كابتن عصام، ليه كابتن محمود عاشور النهارده ما كانش حكم ساحه مش حكم فار للمره الثانيه على التوالي؟ عادي، لان عاشور حكم دولي فار وحكم كبير في الساحه. عادي. يعني اصلا انت كنت لسه مديله فار. انا ليه رجعته في الفار؟ عشان اقول للناس انه كان صح في الفار. فبديله تاني فار. بس
فبتدي له تاني فار. طيب السؤال هرجع السؤال لثالث مره، نسبه نجاح منظومه التحكيم المصري حتى هذه اللحظه لحد ما حضرتك مشيت كنت شايفها نسبه قد ايه؟ عايز ممكن انا اسالك سؤال قبل ما اجاوب؟ تمام بس هساله المره الرابعه. اعتبرني انا المذيع بقى. اتفضل يا كابتن عصام. مره عن نفسي ابقى مذيع مره. اتفضل. نسبه نجاح الكره المصريه قد ايه؟ نسبة نجاح الكرة المصرية قد ايه؟ نمسكها منظومة منظومة بقى، هنقعد كتير. لا لا توتال توتال، مش عشان احنا ناخد الحلقة كلها بتاعتك ونضيع وقتك. لا ما انا كنت لسه اقول لك. تاخد كم من 10؟ تديها كم من 10؟ أنا بسألك أنت. تديها وأنا أتكلم على التحكيم، أديك كم من التحكيم؟ لا احنا لسه لا عندنا نواقص في حاجات كتيرة جدا. ونفس القصة في التحكيم. في نواقص كتيرة جدا. عندنا نواقص. طب احنا عندنا كان عندنا نواقص بنحاول نطور فيها. كان عندنا بنحاول نطور فيها. انا اقول لك يا كابتن عصام، كان عندنا نواقص كبيره جدا على مستوى المنتخبات، فجبنا للمنتخب الاول مدرب اجنبي، جبنا للمنتخب الاولمبي مدرب اجنبي، وجبنا للتحكيم خبير اجنبي، يبقى احنا ماشيين صح؟ وممكن نبقى ماشيين غلط في الثلاثه؟ يعني احنا لسه شفنا حاجه؟ طيب نجرب. يعني طب ما احنا كان هو احنا كان ما عندناش خبير مدرب اجنبي قبل كده للمنتخب اللي فات واللي قبليه واللي قبليه؟ اللي جه مثلا كابتن ايهاب جلال جه مثلا ماتش ولا ماتشين؟ هل دي تعتبرها تجربه؟ لا يبقى فيها ظلم لو هنقول تجربه لهذا الرجل. طيب فيها ظلم. طيب